ايوه اسمحي. طبعا مشاهدينا نعود اليكم من جديد عبر وقائع شوط المباراة الثاني. المباراة الشوط الاول كان قد انتهى بتقدم عناصر الوفاق بهدفين مقابل هذا مقابل لا شيء، هدفين نظيفين حمل توقيع كل من المصطفى بكوري وعيسى الورياشي. ننتظر صفيرة الحكم، صفيرة شوط المباراة الثاني. طبعا صفيرة الحكم وانطلاق شوط المباراة الثاني لعناصر الوفاق من جديد. الكرة طويلة طالت وبالتالي لعناصر اتحاد اكليم عن طريق القدوري من جديد. تعود عناصر الوفاق تسديدة نبيل امازيغ ارتطمت في المدافع المزاتي محمد. عادت لعناصر اتحاد اكليم عن طريق المدافع القدوري طويلة باتجاه الدراوي فيصل العيساوي في الضغط، لكن سهل بيد الحارس عبد الملك. عبد الملك على مستوى وسط الميدان، عيسى الورياشي ما وصلتوش. تعود لعناصر اتحاد اكليم، ممتاز سفيان شويتر يفقدها. عادت من جديد لعناصر الوفاق لكن خطا لعناصر اتحاد اكليم. علي عنده كره طويله باتجاه لاعب فيصل العيساوي، طالت على فيصل وبالتالي رميه تامس لعناصر الوفاق. وليد على التنفيذ. من جديد لعناصر الوفاق فقدوها لاعبي الوفاق، عادت لعناصر اتحاد اكليم من جديد عن طريق اللاعب المجدوب. المجدوب في الضغط، نبيل امازيغ يستعيدها. نبيل يحافظ على كرته نبيل وبالتالي يرسل الكره خارج ارضيه الميدان. رميه تامس لعناصر الوفاق. سفيان على التنفيذ، سفيان ينفذها مع اللاعب زكريا الورياشي. زكريا للاعب نبيل امازيغ، نبيل معه لاعبين وبالتالي فقدها نبيل. الحكم يمنح الكره لعناصر اتحاد اكليم. رميه تامس لعناصر اتحاد اكليم. هروب وبالتالي تغطيه مصطفى بكوري على اللاعب فيصل العيساوي. عادت للميزاتي محمد. الميزاتي افقدها وبالتالي لحسام احبيتي. الحكم وقف اللاعب. اعاد الكره لعناصر اتحاد اكليم. على التنفيذ اللاعب الميزاتي. من تنفيذ العميد عبد اللهوي. حمزة عبد اللهوي كيلعبها طويلة مرفوعة باتجاه الروس، تغطية دفاعية من العميد حمزة الصديقي. عادت للاعب نبيل امازيغ. نبيل يحافظ على كرته. نبيل ممتاز. نبيل وبالتالي عادت لعناصر اتحاد اكليم عن طريق عناصر اتحاد اكليم. تغطية دفاعية من عناصر الوفاق. عادت للاعب فيصل العيساوي. فيصل العيساوي لازال يضغط. طالت على اللاعب ميزاتي محمد. عادت الكرة وفاقية من جديد. رمية تامس لعناصر الوفاق.
بين يلعبها سريانا مع اللاعب مروان بالقسم، بالقسم للعميد، يتقدم العميد حمزة الصديقي، حمزة طويلة باتجاه حسام حبيتي، كتوصل للقدوري كيستعيدها عيسى الورياشي، عيسى لازال يحافظ على كرته، يتقدم عيسى من جديد، يسترجع لاعب المجدوب، المجدوب لفيصل العيساوي، العيساوي ينطلق على الجهة اليمنى معه اللاعب سفيان شويتر، يضغط سفيان، يستعيدها ممتاز سفيان، مصطفى بكوري من دون أي خطأ، الحكم لم يسير أي شيء، لازالت إلى عناصر الوفاق، خطأ لصالح مصطفى بكوري وللوفاق. طبعا نهضة شباب سلوان متقدم على على بني بوغفر بهدف مقابل لا شيء في هذه الأثناء. تعود وفقية من جديد، مصطفى بكوري للاعب سفيان شويتر، سفيان يتقدم ممتاز، سفيان يوصلها لعيسى الورياشي، عيسى ممتاز للاعب نبيل مزيق، نبيل يتقدم لكن الحكم يعلن عن تسلل، رفع الراية من طرف الحكم محمد أمين، وبالتالي صفيرة يوسف باغا معلنا عن تسلل على اللاعب نبيل أمازيغ. عادت لعناصر اتحاد اكليم طويلة باتجاه اللاعب الدراوي، الدراوي لم تصله، وصلت لي الكحل، الكحل امين، امين يفقدها، الحكم يمنح رمية تمس لعناصر اتحاد اكليم، مطالبة من لاعب الوفاق. عادت لعناصر اتحاد اكليم من جديد، رمية تامس، على تنفيذ الميزاتي محمد، الميزاتي يلعبها مع لاعب فيصل العيساوي، عادت وفاقية عن طريق مروان بالقسم، مروان للاعب سفيان شويتر، سفيان، سفيان يوصلها للاعب نبيل، نبيل طالت على نبيل، وصلت لحسام حبيتي، ممتاز حسام، لازال يضغط حسام، معه لاعبين، لاعبين، والمضايقة من طرف الميزاتي محمد، لكن الحكم يمنح الكرة لعناصر اتحاد اكليم، وللاعب الميزاتي محمد، وصلت للاعب القدوري، القدوري تقدم، يحافظ على كرته، القدوري كيلعبها طويلة باتجاه اللاعب فيصل العيساوي، وصلت للاعب المجدوب الدراوي، الدراوي باتجاه عبد المجدوب، وبالتالي من دون اي تركيز تسديدته عادت لعناصر الوفاق وللحارس عبد الملك، رمية ضربة مرمى لعناصر الوفاق. مروان بالقاسم، ياسين مشتار، عيسى الورياشي، ممتازة من عيسى لنبيل مزيغ، نبيل يتقدم وحده، نبيل أمام الحارس اللاعب الحان نبيل مزيغ، والهدف الثالث، الهدف الثالث لعناصر الوفاق، نعم نبيل مزيغ هرب على الجهة اليسرى، ممتازة تمريرة اللاعب عيسى الورياشي التي وجدت نبيل مزيغ في المتابعة، معلنا عن الهدف الثالث لعناصر الوفاق، هدف ثالث في شباك عدنان الأزرق، هدف ممتاز من نبيل أمازيغ، والأروع من ذلك تمريرة اللاعب عيسى الورياشي التي وضعت نبيل أمازيغ وجها لوجه أمام الحارس عدنان الأزرق، هدف ثالث لعناصر الوفاق، ثلاثية نظيفة لعناصر الوفاق من تسجيل اللاعب نبيل أمازيغ. عادت الكرة لاتحاد اكليم، رمية تمس لعناصر الوفاق على الجهة اليسرى من تنفيذ اللاعب سفيان شويتر، طبعا النتيجة ثلاثية نظيفة مقابل لا شيء، الهدف الأخير الممتاز والتمريرة الممتازة من عيسى الورياشي التي وضعت نبيل وجها لوجه أمام الحارس
عدنان الزرق، وبالتالي معلنا عن الهدف الثالث العناصر للوفاق. عادت عن طريق فافا مصطفى لعيسى الورياشي، عيسى لمصطفى، عادت عن طريق اللاعب ياسين المشطار لكنه عائد من تسلل، وبالتالي تعود العناصر اتحاد اكليب عن طريق الميزاتي محمد. تعود العناصر اتحاد اكليب، يستعيدها العميد حمزه الصديقي، نبيل امازيغ، يستعيدها اللاعب المجدوب، المجدوب معه اللاعب فيصل العيساوي، والكره راحت رميه تمس لعناصر اتحاد اكليب من تنفيذ الميزاتي، كتوصل للاعب ما وصلتش اللاعب فيصل العيساوي، عادت رمية تمس من جديد، فيصل العيساوي بالراس، الحكم يعلن عن خطأ لصالح فيصل العيساوي. طبعا كما نشاهد المدرب عبد الرزاق قرموت سيقبل على أول تغيير في صفوف عناصر اتحاد اكليم. ضربة حرة مباشرة لعناصر اتحاد اكليم على تنفيذها العميد حمزة عبد اللهوي. ينتظر صفيرة الحكم حمزة عبد اللهوي، كلعبة مرفوعة باتجاه الرؤوس، والتغطية الدفاعية ممتازة من العميد حمزة الصديقي. عادت لعناصر اتحاد اكليم وتدخل الحارس عبد الملك. عن طريق مروان بالقاسم، مروان بالقاسم يحافظ على كرته، مروانة طويلة باتجاه اللاعب حسام حبيتي، حسام يسيلها حسام لكن التغطية من اللاعب القدوري، الحكم كيعلن عن خطأ لصالح عناصر اتحاد اكليم وللاعب المجدوب. دخول اللاعب الجديد محمد في صفوف عناصر اتحاد اكليم وخروج علي. عادت لعناصر الوفاق من جديد عن طريق نبيل مزيق، نبيل من دون اي تركيز يوصلها اللاعب الجديد محمد، يستعيدها نبيل مزيغ، وصلت للاعب المجدوب، المجدوب لامين الكحل، امين الكحل وصلها لفيصل العيساوي، العيساوي يقطعها اللاعب ياسين المشطر، عادت للاعب نبيل، عادت للاعب ياسين المشطر، الحكم يمنح الافضل الى عناصر اتحاد اكليم. عن طريق اللاعب الميزاتي محمد، يتقدم الميزاتي، يلعب مع اللاعب الميزاتي، يلعب مع اللاعب القدوري الجديد محمد، الجديد كيوصلها للاعب فيصل العيساوي، فيصل لازال يحافظ على كرته، العيساوي وصلها للاعب المجدوب، المجدود كيتقدم، المجدوب كيحاول يسدد لكن ممتازة التغطية الدفاعية عن طريق اللاعب مروان بالقاسم، ومن ذلك اللاعب والعميد حمزة الصديقي. عادت لعناصر الوفاق عن طريق مصطفى بكوري، مصطفى عن طريق اللاعب عيسى الورياشي، مروان بالقاسم لمصطفى بكوري، مصطفى لمروان لعيسى الورياشي، عيسى ممتاز، عيسى لنبيل، لكن الحكم يعلن عن تسلل، متسلل يا نبيل، نبيل كان متسللا في اللعبة الأخيرة، وبالتالي لولا التسلل لكنا شاهدنا الهدف الرابع لعناصر الوفاق. عادت لعناصر اتحاد اكليم عن طريق عماد مشجاوي. عماد مشجاوي على التنفيذ.
ختاني انا سيني تحت اكلب. طبعا تغيير فرص خروج زكريا الورياشي وياسين المستر ودخول محمد الطلعي. عادت لعناصر الاتحاد الاقليم طويله باتجاه اللاعب الدراوي، الدراوي ما وصلتوش، يستعيدها اللاعب المجدوب، المجدوب يرسلها بعيدا اللاعب حمزه الصديقي. عادت للجديدي محمد، الجديدي يستعيدها للخلف تماما لحارسو الزرق محمد. راسيه العامد حمزه الصديقي، حمزه لحسام حبيتي والحكم المساعد يرفع الرايه. تسلل ثالث في المباراه على عناصر الوفاق. طبعا النتيجه لازالت ثلاثيه نظيفه لعناصر الوفاق. هدفين شوط المباراه الاول وهدف الثالث مع بدايه الشوط الثاني. عادت الكره لعناصر اتحاد اكليم عن طريق ايوب، يستعيدها اللاعب مصطفى بكوري، مصطفى كيوصلها للاعب تدخل المدافع محمد المجدوب، يرسلها رميه تماس لعناصر الوفاق. رمية تماس لعناصر الوفاق على التنفيذ وليد، وليد مقطوعة من طرف اللاعب المجدوب أمين الكحل، وصلت للاعب والعميد عبد اللهوي حمزة عبد اللهوي طويلة ولكن مقطوعة من حمزة بالقاسم، حمزة بالقاسم كيوصلها للاعب وليد، وليد مع حسام حبيتي والحكم يمنح رمية تماس لعناصر الوفاق. تلعب سريعة للاعب مصطفى البكوري، مصطفى لعيسى الورياشي، الورياشي عيسى كيحافظ على كرة، عيسى يتقدم كيدخل عيسى لنبيل أماسيغ، نبيل والهدف الرابع لعناصر الوفاق. ممتاز نبيل، ممتاز يا نبيل، وممتازة تمريرة الورياشي، التمريرة الثانية في المباراة بين نبيل وعيسى الورياشي، التمريرة من عيسى والهدف من نبيل أماسيغ. تمريرة عيسى الورياشي، التمريرة الثانية لعيسى الورياشي في المباراة لنبيل والتي يسجل من خلالها الهدف، الهدف الرابع لعناصر الوفاق في المباراة، والهدف الثاني الشخصي لنبيل أماسيغ في المباراة. هدف رابع لعناصر الوفاق، يستأنف اللاعب لعناصر اتحاد اكليم للميزاتي محمد، الميزاتي عنده الكرة كيرجعها للمجدوب، عفوا للقدوري، القدوري كيلعبها طويلة باتجاه اللاعب فيصل العيساوي، طالت على فيصل وبالتالي عادت وفاقية لوليد. رمية تماس لعناصر الوفاق لمصطفى بكوري من جديد، مصطفى لبالقاسم، بالقاسم للعميد حمزة الصديقي، حمزة لوليد، وليد وليد لمصطفى، بكوري من جديد وصلها للاعب الطالعي محمد. رمية تماس لعناصر الوفاق على التنفيذ وليد، وليد كينفذها مع اللاعب مصطفى، مع اللاعب عيسى الورياشي، والحكم يعيدها لعناصر اتحاد اكليم. ترجمة
النتيجة رباعية نظيفة لعناصر الوفاق من قلب الملعب البلدي بأزنغان ملعب الشريف محمد أنزيان، هدفي نبيل أمازيغ في شوط المباراة الثاني وهدفي مصطفى بكوري وعيسى الورياسي في شوط المباراة الأول. عادت لعناصر اتحاد كليب، يستعيدها عيسى الورياسي بسرعة، يستعيدها مباشرة اللاعب المجدوب مع لاعب القدوري للميزاتي ما وصلتوش، كيرجعها نبيل أمازيغ مع مصطفى بكوري عادت لحسام حبيتي، حسام لنبيل لم تصلها لنبيل وبالتالي تعود لمحمد الجديدي حفيد على كورتو مع القدوري عنده كرة طويلة باتجاه اللاعب المجدوب عفوا للاعب فيصل العيساوي، فيصل كيوصلها للميزاتي محمد الميزاتي كتوصل للاعب فيصل العيساوي، فيصل مرفوعة باتجاه الدراوي ولكن سهلة بين أحضان الحارس عبد الملك. طبعا عيسى الورياسي الذي قدم مباراة ممتازة، الذي مرر تمريرتين حاسمتين وسجل هدف الثاني في المباراة، ساهم في 3 أهداف. عادت وفاقية على الجهة اليسرى لسفيان شويتر، سفيان كينفذ رميات التمس، سفيان لنبيل أمازيغ، عادت لعناصر الوفاق عن طريق الطالعي محمد عنده الكرة وبالتالي تعود لعناصر اتحاد كليب عن طريق عماد أمجو كيوصلها للاعب فيصل العيساوي، يستعيدها الورياسي عيسى، الطالعي محمد ممتاز لحسام حبيتي، حسام لنبيل أمازيغ يبعد اللاعب الجديد محمد، سفيان سويتر كيلعبها سريعة مع نبيل أمازيغ، نبيل يحافظ على كورتو معاه اللاعب حسام حبيتي، حسام لعيسى الورياشي، عيسى ممتازة التمريرة لنبيل أمازيغ، نبيل يتقدم طالت الكرة على نبيل وبالتالي عادت ضربة مرمى لعناصر اتحاد كليب الحارس عدنان الزرق. عماد مسجدي من جديد للاعب الميزاتي محمد، الميزاتي مع القدوري، طبعا سقوط نبيل أمازيغ على أرضية الميدان، الحكم يوقف اللاعب لإطمئنان على سلامة اللاعب نبيل أمازيغ. النتيجة رباعية نظيفة لعناصر الوفاق بقلب الملعب البلدي بأزنغان، ثنائية في الشوط الأول وثنائية في الشوط الثاني من توقيع نبيل أمازيغ. عادت لعناصر اتحاد كليب لمسة يد على اللاعب القدوري، الحكم شافها قريبة من الحكم، عادت لمحمد الطالعي من جديد، الطالعي يتقدم مع اللاعب عيسى الورياشي، عيسى كيوصلها طويلة على الجهة اليمنى لكن الحكم المساعد رفع الراية معلن عن التسلل. تغيير في صفوف عناصر الوفاق، التغيير الثالث حمزة المحوتي يستعد للدخول. خروج نبيل أمازيغ ودخول حمزة المحوتي. لعناصر اتحاد كليب مقطوعه من مروان بالقاسم بالراس ممتازه، عيسى الورياسي يضغط لاستعادتها،
عن طريق الدوري من جديد للاعب الميزاتي محمد الميزاتي كهافد على كورتو. وصلت للاعب التلعي محمد من تمريرة سفيان شويتر. التلعي مع مصطفى فافا باكوري كيتقدم. ممتاز مصطفى لكن تدخل اللاعب المجاتي عماد وبالتالي التقى صفراء من الحكم في حق اللاعب المجاتي عماد بعد التدخل الاخير على مصطفى باكوري. مصطفى باكوري للاعب حمزة الحموتي. مصطفى لحمزة. تسلل على اللاعب محمد طالعي. عادت عن طريق المجاتي عماد. عماد مع اللاعب الجديد محمد. الجديد يوصلها للعميد عبد اللوي. حمزة عبد اللوي يحافظ على كرته. يلعبها مع القدوري من جديد. قدوري محمد عنده الكرة. يوصلها للاعب ميزاتي. الميزاتي لفيصل العيساوي. العيساوي التوزيع للاعب الدراوي ولكن الحارس عبد الملك يرسلها عبد الملك للاعب حمزة للاعب عيسى الورياشي. على الجهة اليمنى لعناصر الوفاق لحسام حبيتي. حسام يسدد لكن من دون اي تركيز كان من الممكن التمرير لحمزة الحموتي او للاعب محمد طلعي لكن اللاعب حسام حبيتي سدد مباشرة. عادت لعناصر الاتحاد الاقليمي من جديد عن طريق المجاتي عماد. عماد طويله باتجاه الدراوي. تعود لعناصر الوفاق من طرف مصطفى. مصطفى عن طريق اللاعب حمزه. حمزه تعود للاعب مجاتي محمد عن طريق الجديدي. الحكم كيمنحو خطا للاعب فيصل العساوي عفوا. المجاتي كيلعبها طويلة الرأسية من طرف العميد حمزة الصديقي. حمزة يعيدها من جديد. عادت لعناصر اتحاد الاقليم عن طريق اللاعب والعميد حمزة عبد اللوي. عبد اللوي كان افقدها وعادت من جديد عن طريق امين الكحل. امين للاعب فيصل العيساوي. يستعيدها اللاعب مصطفى باكوري. بالقاسم مروان. مروان بالقاسم طويله باتجاه حسام حبيتي معاه محمد جديدي. وصلت للاعب محمد الطالعي. الطالعي كيفقدها. تعود من جديد للاعب الميزاتي محمد. الميزاتي امين الكحل ما وصلتوش. تعود للعميد حمزه الصديقي من جديد. حمزه يوصلها للاعب حمزه الحموتي. خطا لحمزه ولعناصر الوفاق. حمزه الصديقي العميد على التنفيذ. الطويله من العميد وصلت للحارس عدنان من جديد. يوصلها للقدوري. محمد القدوري كيرجع بالخف تماما عند الجديدي. الجديدي محمد. عماد. عماد المجاتي. عماد مع فيصل العيساوي. فيصل كيرجع له من جديد لفيصل. تعود لفيصل يوصلها للقدوري محمد من جديد. القدوري طويله باتجاه اللاعب الدراوي لكن التغطية الدفاعية من طرف اللاعب حمزة الصديقي افقدها حمزة. عادت للدراوي من جديد. الدراوي يتقدم معه اللاعب وليد. يستعيدها حمزة من جديد. حمزة مع اللاعب عيسى الورياشي. عيسى ممتاز يحافظ على كرة عيسى. وصلت للاعب حمزة الحموتي. حمزة يوصلها للاعب الطلعي لكن ما وصلتوش. وبالتالي عادت للاعب المجاتي عماد.
الجديدي محمد العميد على حمزة عبداللهوي المجدتي محمد لحمزة عبداللهوي من جديد. حمزة عبداللهوي يرجع للخلف تماما عند اللاعب الجديدي محمد القدوري محمد من جديد يرسلها طويلة لفيصل العساتي. فيصل وعادت للحارس عبد الملك مع اللاعب حمزة الصديقي. طبعا عناصر الاتحاد كلين بعد استقبال 4 أهداف يمكن أن نقول المباراة منتهية شبه منتهية. اللاعب فقدوا الثقة في أنفسهم يعني المستقبلين 4 أهداف ولم يسجلوا أي هدف. عادت لعناصر الاتحاد كليم يفقدها اللاعب المجدوب عيمت الحكم يمنح خطأ لعناصر الاتحاد كليم. يستأنف اللاعب ننتظر صفيرة الحكم يوسف باغا من جديد. ضربة حرة مباشرة لعناصر اتحاد اكليم على التنفيذ امين الكحل. الحكم يعطي صفيرة التنفيذ امين الكحل كيلعبها مباشرة لكن من دون اي عنوان ومن دون اي تهديد. تسديدة غير مؤثرة وبالتالي ضربة مرمى لعناصر الوفاق وللحارس عبد الملك من جديد يفضل يلعبها قصيرة مع اللاعب حمزة. الحكم المساعد يرفع الراية. يستأنف في اللاعب من جديد. حمزة لمروان بالقاسم من جديد. مروان بالقاسم يتقدم يحافظ على كرته. مروان يعيدها للعميد حمزة الصديقي. حمزة مع مصطفى بكوري بالخطأ لفيصل العساتي. فيصل يحافظ على كرته. فيصل يرفعها باتجاه الدراوي موسلاتوش والتغطية الدفاعية من طرف وليد يستعيدها المجدوب اللاعب عماد المسجاتي. تعود من جديد للجديدي محمد للعميد عبداللهوي. حمزة مرفوعة للاعب دراوي رأسية الدراوي لكن بعيدة على مرمى الحارس عبد الملك. افتقدت للدقة والتركيز وبالتالي من دون أي تهديد. تعود من جديد ضربة مرمى لعناصر الوفاق. التغييرين الأخيرين للمدرب ميلو الداري ولعناصر الوفاق.
خروج عيسى الورياسي وحسام احبيتي ودخول محمد حسني واللاعب انس. عادت وفاقية من جديد، حمزة الحموتي، مصطفى بكوري، مصطفى لمحمد طلعي، طلعي مصطفى بكوري من جديد، يعود للعميد حمزة الصديقي، حمزة الصديقي طويلة، طويلة من حمزة باتجاه اللاعب أنس، أنس يتقدم ولكن الحارس عدنان الزرق. عادت لعناصر الاتحاد الاقليم عن طريق اللاعب فيصل العيساوي، يستعيدها الحمزه العميد حمزه الصديقي. لعناصر الوفاق من جديد عن طريق حمزه، عن طريق مروان بالقاسم. يرسل خارج ارضيه الميدان رميه تماس لعناصر الاتحاد الاقليم. عادت الكرة وفاقية من جديد، تنفيذ خطأ من طرف مروان بالقاسم، تسهيل للاعب أنس. عادت لنا الاتحاد أكليم عن طريق محمد الجديدي، الجديدي لعماد، عماد يعود لحارس عدنان. عدنان لعماد من جديد، عماد كيرجع للاعب المشدوب، عماد كيرجع لحارس عدنان من جديد. عدنان كيرجع لعماد المحيوي، عماد عند الكرة، عماد كيلعبها طويلة وبالتالي من دون أي متابعة سهلة لمدافع الوفاق وللحمزة، لحمزة الصديقي، حمزة لمصطفى، مقطوعة من طرف اللاعب القدوري، القدوري محمد ينطلق معاه اللاعب المزاتي محمد، يستعيدها مصطفى بكوري، مصطفى مع محمد طلعي من جديد، الطلعي محمد يتقدم، الطلعي يفقدها الطلعي من جديد عن طريق أمين الكحل، تعود لمصطفى بكوري، يستعيدها مصطفى. رمية تماس لعناصر الوفاق من تنفيذ سفيان شويتر، الحكم يطلب إعادة التنفيذ من سفيان شويتر. باتجاه حمزة الحموتي موصلتوش، عادت للحارس عدنان، عدنان اللاعب أمين الكحل، أمين الكحل كيحافظ على كورتو في وسط الميدان، أمين كيتقدم مع المجدوب للاعب فيصل العيساتي، فيصل يتقدم معه العميد حمزة وما يمرش، ممتاز حمزة الصديقي في التغطية الدفاعية. عادت رمية تماس لعناصر الاتحاد الأقليم، حمزة الميزاتي، الدراوي بالرأس، رأسية غير لن تكون بالشكل المطلوب، رأسية الدراوي محمد. عادت لعناصر الاتحاد الاقليم والتغطية الدفاعية من طرف وليد.
الحكم يمنح ضربة خطأ لعناصر اتحاد اقليم وللاعب امين الكحل. ينتظر صفيرة الحكم امين الكحل يلعبها داخل مربع العمليات والتصدي ممتاز من الحارس عبد الملك. عادت لعناصر اتحاد اقليم عن طريق القدوري محمد. القدوري مع المجدوب. المجدوب كيلعبها طويله وتسديده اللاعب دراوي لم تكن مركزه ولا بالشكل المطلوب وبالتالي ضربه مرمى لعناصر الوفاق وللحارس عبد الملك. ينفذ مروان بالقاسم طويله باتجاه اللاعب الطالعي محمد. عادت من جديد لعناصر الوفاق هجمه ممتازه خطيره لعناصر الوفاق وتسديده اللاعب انس. عادت لعناصر الوفاق لا زالت مع حمزه الحموتي. حمزه يستعيدها اللاعب والهدف الخامس لعناصر الوفاق. هدف خامس لعناصر الوفاق عن طريق محمد حسني. حسني محمد يسجل خامس اهداف الوفاق معلنا عن خماسيه لعناصر الوفاق. ممتاز لاعبي الوفاق. خماسيه مقابل لا شيء. خماسيه نظيفه لعناصر الوفاق. الهدف الخامس من تسجيل محمد من تسجيل اللاعب محمد حسني يسجل الهدف الخامس لعناصر الوفاق. عادت من جديد لعناصر اتحاد احفير مع اللاعب الجديد محمد. الجديد كيوصلها للقدوري محمد. القدوري طويله باتجاه فيصل العيساتي. فيصل طويله باتجاه الدراوي. الدراوي ومحتاس الحارس عبد الملك. عبد الملك كيوصلها للاعب وليد. وليد للاعب محمد حسني من جديد صاحب الهدف الخامس. عادت لمروان بالقاسم. ممتازة لعناصر الوفاق عن طريق حسني محمد. الهجمة مرتدة خطيرة لعناصر الوفاق عن طريق الطالعي محمد والحكم يعلن عن حالة تسلل ويحرم لاعبي الوفاق من الهدف السادس في المباراة. على التنفيذ عدنان طويلة للاعب دراوي. الحكم يمنح الافضليه لعناصر الوفاق وللعميد حمزه الصديقي. مصطفى بكوري على التنفيذ. مصطفى يوصلها للاعب حمزه الصديقي. محمد طلعي من جديد طارت على محمد طلعي. رميه جانبيه لعناصر اتحاد احفير اتحاد اقليم عفوا. عماد عماد عنده الكره من جديد. عماد محياوي للاعب فيصل العيساتي. فيصل من جديد يتقدم ينتظر. فيصل يتريض مع القائد حمزه الصديقي. فيصل كيرفعها والحارس عبد الملك في المكان المناسب. ممتاز الحارس. عادت لعناصر الوفاق عن طريق اللاعب مصطفى بكوري. مصطفى بكوري للاعب وليد لمروان بالقاسم. نلعب في الوقت بدل ضائع من شوط المباراة الثاني. التسعين دقيقة انتهت. مصطفى بكوري للاعب الحموتي حمزة. حمزة للاعب حسني محمد. حسني لمحمد طالعي ممتاز. والحكم يمنح الكرة لعناصر اتحاد اقليم مع اللاعب الميزاتي محمد. الميزاتي محمد الطويلة من اللاعب محمد الجديدي باتجاه الدراوي.
الدراوي معاه بالقاسم مروان، ممتاز مروان بالقاسم والعميد حمزة الصديقي. الحكم يمنح للخطأ لعناصر الوفاق وللعميد حمزة الصديقي من جديد. حمزة للاعب حسني محمد، الباكوري مصطفى، مصطفى باكوري، مصطفى للحموتي حمزة، يفقدها حمزة الحموتي، عادت للمجدوب لفيصل العيساوي، يغير اللعب تماما للجهة اليسرى للاعب أمين الكحل. أمين فقدها، التغطية دفاعية ممتازة من مروان بالقاسم، عادت وفاقية من جديد، مصطفى باكوري ممتاز، مصطفى يرجعها للخلف لوليد، وليد لمروان، عادت لسوفيا شويتر، سقط اللاعب أمين الكحل. تعود الكرة وفاقية من جديد، إسقاط من حكم المباراة لحمزة الصديقي. مروان بالقاسم، مروان مصطفى باكوري، مصطفى لحسني، والخطأ لأنس الوفاق ولمصطفى باكوري. مصطفى للاعب حمزة الحموتي لكن متسلل، حكم المساعد رفع الراية على حمزة الحموتي، وبالتالي حالة تسلل على عناصر الوفاق وعلى حمزة الحموتي، عادت عن طريق محمد القدوري لفيصل العيساوي. فيصل المرور من محمد طلعي، فيصل العيساوي يمر مع سفيان شويتر، سفيان ممتاز والتغطية دفاعية لكن الحكم يمنح ركنية لعناصر اتحاد اكليم. على التنفيذ فيصل العيساوي، فيصل كلعبة طويلة من دون اي متابعة، مقطوعة من طرف اللاعب سفيان شويتر. رمية التماس لعناصر اتحاد اكليم، التنفيذ عن طريق اللاعب والعميد عبد الله وحمزة، يستعيدها اللاعب حسني من جديد للعميد حمزة، حمزة لسفيان شويتر، سفيان لمصطفى باكوري، مصطفى للاعب حسني، حسني يتقدم للاعب الذي يسدد الهدف السادس لعناصر الوفاق، سداسية لطيفة لعناصر الوفاق عن طريق اللاعب أنس، أنس مزياني، أنس يدون الهدف السادس لعناصر الوفاق بعد التمريرة اللاعب حسني محمد الذي وضعته أمام الحارس وجها لوجه، وبالتالي لا خير لآخر سوى التسجيل. أنس أسني يعلن عن الهدف السادس لعناصر الوفاق، سداسية نظيفة لعناصر الوفاق. يعني عناصر اتحاد اكلم حتى لو نضيف لهم شوطا كامل لن يتمكنوا من التسجيل، والحكم يعلن عن نهاية المباراة بتفوق عناصر الوفاق بسداسية نظيفة من توقيع اللاعب من توقيع ثنائية في شوط المباراة الأول وأربعة أهداف في شوط المباراة الثاني.